بون سالفا توتي، حلقة جديدة من حلقات ايطاليان بروفو. حاجة في السريع النهاردة هنتكلم وهنتعلم مع بعضينا اكسبريشن مع فيربو انداري. اكسبريشن مع فيربو انداري، اول اكسبريشن هنعرفه هو انداري اروبا. انداري اروبا يعني حاجة بتتخطف، يعني مثلا اي بلياتي ديلا فيستا سونو انداتي اروبا، سونو انداتي اروبا يعني اتخطفوا اتخطفوا. طيب تاني اكسبريشن عندنا لما انا اقول انداري امالي، انداري امالي يعني حاجة بتبوظ، حاجة بتبوظ. يعني مثلا الشيبو اي اندات امالي، الاكل بوز، او لفروتة اي اندات امالي يعني الفواكه بوزت. تالت واحد عندنا انداري دي ترافيرسو، انداري دي ترافيرسو يعني بيقف في زوري بالعكس كده، يعني يعني حاجة بتقف في زوري. يقول لك مانجا بيانو سينو تي فا بير تي فا دي ترافيرسو الشيبو، مانجا بيانو سينو تي فا دي ترافيرسو الشيبو، كل بالراحة هو هيقف اللقمة تقف في زورك، يعني الأكل هيقف في زورك. أنداري أجونفي فيلي، أنداري أجونفي فيلي، أنداري أجونفي فيلي يعني الحاجة ماشية حلوة قوي، ماشية زي السكينة في الحلاوة. لما أنا أقول لحد لأفاري فانو أجونفي فيلي يعني الأفاري ماشية حلوة قوي. طب عكس الكلام ده إيه؟ لما أقول أنداري أروتولي، أنداري أروتولي، أنداري أروتولي يعني العملية ماشية بوحشة وبايظة وبتدهور. لما انا اقول حاجه لا ميا ريلاسيوني فا اروتولي، لا ميا ريلاسيوني فا اروتولي يعني الريلاسيوني بتاعتي ماشيه وحش او بتدهور حالتها. ممكن برضه اقول حاجه تانية انداري مونتي، انداري مونتي دي ممكن اقولها اللي الحاجه باظت، لو مثلا في صفقه او في حاجه كانت المفروض تحصل انداتا مونتي او فا مونتي يعني باظت، راحت بعيد خالص عن الحاجه اللي موجوده فيها. ولو عكسها لو حاجة حصلت حلو عندها تبانة العادية، عندها تبانة، عندها ربانة. برضو في اكسبريشن بنسمعها كتير لما نتفرج على تلفزيون او اي بروجرام اللي متابع التلفزيون المصري او حتى الراديو اللي بتاع، بيقول لك انداري نوندا، انداري نوندا يعني بتتذاع، لما حاجة بتتذاع انداري نوندا. يعني مثلا الميو بروجراما بريفيريتو فا نوندا ستاسيرا، البروجرام بتاعي الحلو او المفضل ليا هيتذاع النهاردة بالليل. عندي مثلا اندار ان فيجوري، اندار ان فيجوري دي بتتعمل ايه؟ لما يكون في اي قانون وهيتطبق الحاجه دي، حاجه معينه هتتطبق معايا. مثلا كوستا ليجي فا ان فيجوري دوماني، يعني الحاجه دي هتتطبق او هتبتدي تتعمل من بكره. في ناس كتير بتقول لك انا بتجنن بالحاجه دي، انا لما اقول لك انداري باتسو بير، انداري باتسو بير يعني ايو فادو باتسو بير لا بيتزا نابوليتانا، انا بتجنن بالبيتزا نابوليتانا. او لما حد يقول لك فادو باتسو بير لا تورتا الليمونه مثلا، بالتورتا الليمونه، او فادو باتسو بير التيراميسو، سي كله بوانا. انداري سول سيكورو، انداري سول سيكورو يعني هروح في السليم، هروح في الجد، انداري سول سيكورو. لما اقول لحد انداري اندارشي بيانو، اندارشي بيانو لما اقول لحد فاتشي بيانو، فاتشي بيانو يعني امشي واحده واحده على مهلك، فاتشي بيانو. ركوماندو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتعملوا شير للفيديو عشان كله يستفيد. اريفيدرتشي.